بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الحلقة الثانية عشر من حلقات الكبائر. سلة كبائر ومسلة تلالك ونجلوت كم منا سلم منا وربت كفل ياسر ورتنيا وكفلنا كسو حق قاية هازن يهم هجر الأقارب زمدو تشن ماكرات كزمدنان ماكرات ويم كزمدو شقا ماكرات ليلاو تالاك ويم تالاك كتبال ونجلوت كم يتكسوت عندنا. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء من إلال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله انفروا بع الله يهن به بلاتوه بسمو يمت التآيق وباتي هنا ونقيتا فروا الذي تساءلون به ما نتبسمو يمت التآيق وبع الله يهن به باكن لا الله بلهينا درق لي بمت بابالو يمت بابالو باتي الله انفروا. والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها زمدنان كمقرد تتنككو إلى الله زمدنان لا تقرطو. طبعا زمد ميبالو كيت اسكيت نو قدبو كتبال زمد يا أباتنا ينات وقن مالت فأباتنا بنات بيتسباوي النات يمن الزامدات شو وقن وتشاتشن هلو زيوستي كبال أقوت ያጎት ልጆች እንዳለ እስከታች ድረስ አክስት ያክስት ልጆች በእናትና በአባት በኩል አያት ቅድማ አያት እነዚህ ጥርጣሪ የለውም ያባትን ቦታ ይሸፍናሉ በእናትን በኩል ያሉት ወላጆች የእናትን ቦታ ይሸፍናሉ ይሄ ጥርጣሪ የለውም። ከዛ ውጭ ያሉ የተዛመዱ የራስ ወገንና ቤተሰብ የሚባሉ እነዚህ ናቸው። እነዚህን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መከተል ዝምድና መተሳሰርን ይፈልጋዋል ወይ ለመወላለድ ትርጉም የለውም። سلزي الله سبحانه وتعالى بزي أن قطر من الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها زند النان مكرة تتنككوا إلى الله سبحانه وتعالى. بسورة محمد نائم من الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. دمهن الله بالله من قال أن نتقلم ديننا أن نردام هوتاتنا بالله من مريا لا أن يعني قامي أن نادر قم بلاتشو أنبي بلاتشو جربا من استطاتشوهن أنبي بملتاتشو مدر لاي ما تفاتنا وندي كجالوتنا في اللاقو تاتشو زمدنا تشون أملت قرطنا وندي واننا وكم نقر مفلقوتنا ثرنا أنت يهن ومتكجلوتنا أولئك الذين لعنهم الله عندهم مدر لا يبون وانجلن بمسرات ما تفات يمي فلقو سوتنا زندنا يمي قرطو سوتنا الله يرقماتشو سوتنا اتشو ويمن دهانت بحريا اللاتشو سوت يترقموناتشو. فأصمهم يادن القراتشو وأعمى أبصارهم حقن اندى الدامتو جغراتشون يادن القرات لبوناتشو يتزقنا أي مرع ايناتشو دم ويتاورنو حقن اندى اندى ملكتو يتاورونا يدن القرو سوتنا اتشو اندزي يمينت. سلزي زمدنان منقرط كترقموا سوچ وين كترقموا سوچ باهري اندهونا بزي انقصلا الله عز وجل اللي يقلص انو مالد يهنو متكجلوت يهنو مادرق يمتفلقوت يا الله من مريع ان نكتلن بلاتشو بسو ننقلا يمتاقرن انفلقن بلاتشو جربا ستاتشو ستهلو يهنو عصابنا علاماتشو زمدنان منقرط بوانجل مدرن ماتفاتناونا اندزيه ميادرقو سوچ الله يرقماتشو كرحمتو ياراقاتشو يادن القرات حق ان دايسهم يادن القرات شونا حق ان داي ملكتو يواراتو سوچناتو كزي هنا التقبار ان انت اللي تتاقبي قبال ان دنسو مهون يلباتهم يالن الله جل في علا. وقال تعالى اندهم من الله جل في علا في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللهم الكام بعد التنس يا ودس من هذا الذين يوفون بعهد الله لالله يقبط قال يميمرون تشون نزي سوت ولا ينقضون الميثاق
قال كيدانا شيء جبوتن قال ببيتين يا وما يتملكو يما فرسونا تشاو يا أمانيوش بحرينا قال ما فرس يا أمانيوش بحري هذا اللهم مالتنا يا مسلموش بحري هذا اللهم مالتنا يا الله أنا من التنيا من مريا يمي كتلو بيا الله أنا من التنيا يمي من صوت من قال هذا اللهم سلزي الله من أله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الله يعني بكتل يعززه النقر يمي كتلونا تشو زمدنان مكتل ملكام نقر مكتل أزي وستهلو مكتتل ثم قال ويخشون ربهم يتاتشونهم تنققوا يمي فرنا يمي أكونا تشو ويخافون سوء الحساب يكفان مرمرا يميفرنا يميسغوناچو يلي ملكان باريوچ يلال سلا ملكان باريوچ سياوسا كاوسا عندو بحري مندنو الله انديقتل يعززون يميقتلوناچو انديقتل كازازاچو نغروچم گنبار قدمونن كفتهنيام بوتا يميسو زمدنا مقتلنا ويقول الله عز وجل في سورة البقرة أهن من إلى الجل في علا يضل به أي بالقرآن بقرآن يعتمال قرآن بما دامت أنبي بلا يميا في نقد صوت يتمال لمالد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا بقرآن بزو صوت يتمال بزو صوت يتمال كان من قد مرأ وما يضل به إلا الفاسقين بزي قرآن الله يميا تفاو يميا تمو ماننا عمز أن يوتشن جيل إلى ماننا مالا لمالا فاسقوك عمزينيوك يا الله من مرايات عصوصوك إنما ناتشو كتباله الذين ينقضون عهد الله كامان يشبتك أرانيه يا الله قال يميا فرسو لا الله قبوتن قال كدان ومن أعظمها التوحيد اللهم ببتشينات مملك نتلكون قال كدان يميزا اندزيه النام السل هلنم قال كدان يميا فرسو ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلا يمكتل ياللبتن زمدنا يميقرطو وإما الله مكتل ياللبات يالاتشو نقرو تشلو يميقرطو ويفسدون في الأرض مدر لا يطفاتن يميسراتشو سوج أولئك هم الخاسر أولئك هم الخاسرون النزيه كو نسو يكسرونا تشوال الله لكي سارا يتدرقو دنيا آخرات تشون ياتو يكسروا سوش مالت النسونا تشوال الله سبحانه وتعالى تملكتو زيان قصرها يكسروا عمزينيو تنا فاسقوش باريات تشو من دنو كالات تشو باري عندو من دنو زمدنان مكورتنو إذن زمدنان يمي كورتسو كالله رحمة قايتو قرافتنو وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم زمدنان قراج جنة أي قبا ما الرسول صلى الله عليه وسلم زمدنان يما يكتر يما يتأيك يما يزير ستشقرو يما يردع زر بلو يما ياي لليلة وها لليلة ومريت لليلة وريسا لبيت سبوتشو عن بسا لزمدوچو زمدوچون زور بلو ما ياينا ما يردا سو جنت هاي غبا مال الرسول صلى الله عليه وسلم يزي عينت سويه زمدنان يقرط سو نو اذا فما قطع قاربه الضعفاء وهجرهم وتكبر عليهم ولم يصلهم ببره واحسانه زمدن زمد دكامه زمدوچون يالزيره يالطيقه زمدناون يالقتله يكوراباتو يتقوررطه ان اسو حبتام هو انسو دهوش كهونو الزيه جن الزيه زاتها وستي عصار لفنو زاتها وستي غبا ودع الله اسكال تملسك زي درس وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه بأ الله النابة من ترشاو كان يميا من سو زمدناوني قتل على الرسول صلى الله عليه وسلم يا زمدنا ما قتل قدال با الله ان بمجرشاو كان كما من غايت يا سلام ايماننا يدين كفلنا اسلمنا عالم اقفنا سنل اسلمنا كل النجر داسوار سنل يهنم نطب يكاتتال زمدنا ما قتل جديت على الله عز وجل واجبنا مستحب لله مخالفه تنش وانجل على الله من كبائر الذنوب مكنياتهم تنكار زاتها مكتوبات لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع الرحم زمدنا كورات جنة فصم أي قوامنا يا نبينا عليه الصلاة والسلام
وفي الحديث الحسن يقول قال صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، قال الله تعالى، يقول الله تعالى أنا الرحمن وهو الرحم وهي الرحم، أني أزانيني الصام رحم الرحمن كم من يتوسلنا ويم نصيب على له درشة على له يهسب رحم الصام زمن دنانا تعالى، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته أي قطعته زمدنان يكتله يكتله الله كني رحمتك على الله زمدنان يقرط يقرط الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. يقولون قبلها رحم زمدنا يزمدنا سلام يبالو عرش لا يتنطلط لنا الله ان الله زم تطبق ما تطبق الله جيتي الله من على بني اني طبق يستهم قال من دنو يانتن زمدنان يقتل كرحمتي لقتلو زمدنان يقرط كني رحمت لقرطو سنتوቻችንን زمدوቻችንን من طيقو سلامتام كان من نفقاتو سنتوቻችንን بيسبوቻችን زمدوቻችን تچغرو ليلا سو من رداو من عينت لبونا نا يالن من عينت مورال نا يالن زمدنان مقتل بزو نغير ايطيقو سلكان ستنا عند غزي السلام عليكم مالك تلك نغر عند عنده كامت اس كامت زول ولا يم زمدوتن وغنوتن زول ولا اي هي با الله ان ما قرشا قن يمامنو غداي لا دكا ما نو معناتنا زمدنان مقتل دغمو مالك بدر مملس ايدلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ زمدنان قطا يميبالو كاسا يميكفل ويم يميكس مرس يميسط ادلم ولكن الواصل الذي من اذا قطعت رحمه اذا قطعت رحمه وصلها زمدناهن سيقرطوا سوت مقتل نو نتهنيا زمدنا مقتل ميبالال عندنا ساي زيرنين بقى اني تشاوالو يلا سلام عينين السو يدوله من بيتشان اندي مدوله السو يمطا من اندينيا بيتشان اندي منهيدو او بيتشان هيد عباده نونا بدر مملس ايدلم يانياو ما مكافاه نو ميهونو اصفا ملاش نو ميهونو كاسكو معنات نو كاسا اصل النجر ايهونم مساله نجر ايهونم لذين عند سويه نبياتن صلى الله عليه وسلم زند متانا يا رسول الله زمدوچ አሉኝ እኔ ዝምድናቸውን መከተል ፈልጋለሁ እነሱ ግን ይቆርጣሉ ምናሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንደምትለው ከሆነ የምትለው ትክክለኛና እውነተኛ ከሆነ ልክ አመድ እንደምታጎርሳቸው አመድ አፋቸው üst እንደምትጨምር ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳፍራቸዋል አዋርዳቸዋል ማለት ነው ከነሱ በልጣል እነሱ ግን ማይረቡ ሆነዋል ለማለት ነው እነሱ ግን ለቅጣት ተደርገዋል የዝምድናን ጉዳይ ወንድሞቼና እህቶቼ በጣም ረስተናዋል እንደ ዲን እንኳን እስከማይቆጠርበት ደረጃ ደርሷል ዲን ነው የዲን አንድ ክፍል ነው ከዘመዶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት የግድ ነው የተሳሳቱትን ማረም ጃሂሎችን ማስተማር ሐቅ ላይ ያለሉትን ወደ ሐቅ መመለስ በአግባቡና በጸባይ በህክማ በጥበብ አግባብ ባለው መልኩ ማስተማርና መመለስ የኛ የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው ስንቶቻችንን ዝምድናቻችን ዝምድናችንን ቆርጠን የቀረነው ካላህ ረህመት ጋር ተቆራርጠን ያለነው ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሰን ዝምድናችንን መቀጠል ይኖርብናል ابي هريره رضي الله عنه عند زي كنت بقوله كان سنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا ورا نبياتنا نغرون يا لف قال احرج على كل قاطع رحم الا قام من عندنا تبعكاتو حاله ايا ما حاله يتكمت سو اطعناه الله زمدنان يما يقتل سو قال لي قرط سو قال لي ينسالنا ما نم القوم عند سو بي عند وطات بيتش تنسانا هيدا ترجم عمتات كاكستو قاعد قراني من البرتة أغنيا الزيارات فقالت له عمته كاكستو من على تشو ما جاء بك يا ابن أخي يا وندمي لجهوي يعني هل عمتات قرطهين ستا بكا زور بلا حلقيهين زارين ديت لتمتع تشالك
ያስለመደ ቢሆን ለምን መጣህ ይባለው ያልተለመደ ነገር ነው فقال اني جلست الى ابي هريره صاحب رسول الله الى ابي هريره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احرج على كل قاطع رحم الا قام من عندنا ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدربا يهون ابو هريره رضي الله عنه قال قلت لي يالا زمدنان يمي يقرط سو كزي ينسال ادرا بي انا فطر الله بقوله تنسج وطا فقالت عمته ارجع الى ابي هريره واساله لما ذلك حيننا على ابو هريره طيقوا لمن اندي قالك بدا فقال فرجع اليه واخبره بما جرى له مع عمته كذا يتكستون نجروا متانا نجركوت يلال فقال لما لا يجلس عندك قاطع رحم زمدنان ما يقرط يعني زمدنان ما يقتل سو انت قام اتكمت يليلبت لمدنان فقال ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم زمدنا قراج محلاته ياله سو يا الله رحمه اي وردلتم بلوالنا نبياتن بلو نجر ابو هريره ايه حديث برقد دكاما نو تبلال زغابيوچو تنكارا يهنو سوچ محل لا يسلالو غن ملائكتو قدم كاسالفناچو تككلنيا قراناوي نا حديثاوي ماسرجاوچ غا يميغاج ايدلم قطتا سوچ لا رحمت اي وردباچون با يبالم ليلوچ ياسالفناچو ماسرجاوچ انداسايوت اسو غن الله رحمت يتنفغا يهونال يقطالم يوم القيامه سلازي ودا الله عز وجل بممملس ዝምድናችንን የቆረጥን ሰዎች ዝምድናችንን መቀጠል አለብን እንዴት መቀጠል እንዳለብን ራሳችንን አቃለን ዝምድናን መቆረጥና መቀጠል በሐራም አይደለም አንዳንዱ ዝምድናን ለመቀጠል ሽርክ የሚሰሩ ሰዎችን ሽርክ ላይ ያበረታታቸዋል ስላላበረታታቸው ዝምድና ቆረጠል ይብለው ሊያስቡ ይችላሉ ላ ባዕድ የሆነችን ሴት ስላልጨበጠ ዝምድና ቆራጭ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ ላ እንዳትቆርጥ እንዳትጨብጣቸው አስተምራቸው ዝምድናን በዚህ የተነሳ መቅረት የለብህም ሄድና አስተምራቸው አልጨብጥም አላህና መልእክተኛው ስለከለከሉን አልጨብጥም እናንተን ዝምድና መቀጠለው አላህ ዋጅብ ስላደረገ ነው ይሄም ያላህ ተዛዝን ማክበር ነው ይሄም ያላህን ተዛዝ ማክበር ነው በአላህ ያላህን ተዛዝን በማክበር ረገድ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ የለም ከሴቶች ጋር ስላልተቀመጥክ እንደ ዘመድ ቆራጭ ልትደረግ ይችላል መሆን የለበትም አስረዳቸው ሄድና ነገራቸው ማስተማር ይግድ ነው እኔ እናንተን አልጠላም ዘመዶቼ ናችሁ ነገር ግን አላህ እና መልእክተኛው ከልክለውታል ሸሪዓ ዲን ነው በማለት በማስረዳት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመለሱ ማድረግ ነው ካልሆነ ዝምድናን መንቆርጥ ከሆነ ያለው ወንጀል ይሄን ያህል ከባድ ነው በመጨረሻ ማሪ ኢብኑ አልሁሰይን رضی الله عنهما من هلا يا علي بن ابي طالب يا لجلجنا لجلج من قالوا يا بني لا تصحبن قاطع رحم زمدنان قراج سو غادني ارغه انداتيس فاني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثه مواضع قران لي ثلاث بوتا لي يترجمه هنا اغنچو الله اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ليلت من قصص لا اندزي متال سلازي كما رغب يا الله الرحمه كما طات متنقق ينوربنا الله سبحانه وتعالى بسمانه كم يتشادرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك